موتي لابراهيم، لا هيك موتي للولد. انت الظل اللي حكى عنه العراف. مو إلك هالشي؟ انت اللي حكوا عنه؟ كيف؟ ما فهمت يا سلطانة. عفواً، أنت عن شو عم تحكي؟ في ريال هالبيت إلك؟ سلطانة، أنا عملت شي؟ يا ترى قصرت بشي بدون ما أقصد؟ جاوبيني، هالبيت إلك؟ إيه هالبيت إلي، بس أنا هون كنتوا عم تلتقوا أنتي والباشا؟ كنتوا بهذا البيت عم تخونوني؟ كيف؟ أنا بسترجي ساوي هيك؟ حضرتك عن شو عم تحكي؟ ليش أصلاً أنا مين بكون؟ اجتني رسالة يا ست فريال، كاتبين لي إنه إبراهيم باشا صار له سنين عم يخونني مع واحدة من جواريي، وقالوا لي كمان إنه هالمخلوقة ساكنة هون. وهلأ قليلي الحقيقة، هاد الولد اللي حاملتي جواتك أبوه هو إبراهيم؟ جاوبيني بسرعة فريال، وإلا والله بقتلك. سلطانة، الناس يلي قالوا لك هالشي عم يكذبوا وافتروا علي، والله أنا بريئة. أبوه للولد مو إبراهيم باشا، صدقيني. معقولة أنا أعمل هيك شي؟ مدام هالشي افتراء، قولي أنت يا فريال من مين حامل؟ أنا هلأ بدي أعرف. قولي يا فريال، وإلا بخنقك بإيدي. ما ترخجي نصوح أفندي، هو أبو للولد اللي ببطني السلطانة. نصوح أفندي، متأكدة؟ لأني لسه ما جبت له ولاد. نصوح أفندي مزعوج من هالموضوع ومتضايق، وما قدرت حل هالمشكلة مع أني عملت كل شي بقدر عليه، بس هو ما عم يستوعب هالموضوع. يا حراس، خدوها واحبسوها. سلطانة لا تعاقبوني، والله أنا ما سويت شي يا سلطانة، أنا قلت لك الحقيقة وما خبيت عنك شي. الحقيقة اليوم أو بكرة رح تظهر، ووقتها أنتوا اللي ساعدوكن بهالعملة رح تدفعوا روحكن تمن هالشي. سلطانة بترجاكي خدوها من هون. سلطانة،
فاطمة؟ وين راحوا العمال؟ ليش ما هنن موجودين؟ ما عندي أي معلومات عن هالموضوع سلطان. سلطانة؟ شو اللي عم بصير هون يا جنان؟ ليش العمال ما عم يشتغلوا؟ ما قلت لكم هالجناح بدي اياه يخلص بسرعة؟ سلطانة، ألفت خانم اجت لهون وأمرتهم إنه يوقفوا شغل. ومين بتكون هي لحتى تأمر العمال يوقفوا الشغل؟ سألتها وقلت لها ليش عم توقفي الشغل؟ عصبت مني وقالت لي هاد مو شغلك. نادي لي اياها فورا لنفهم ليش هيك عملت. أمرك يا سلطانة. كمان هالمرة خسرتك. رح خسرك بالمرة الجاية، بس ما بعرف إمتى، لأنه بكرة حتروح عمانيسا. مصطفى، ما فيك تأخذنا معك؟ لا سليم، هالمرة ما فيكم تروحوا معي. شلون بدك تتركنا لحالنا؟ حبيبي أنا مجبور على هالشي لأنه الوظيفة عم تستناني. أخي لشو هالوظيفة؟ لحتى يصير عندي خبرة بأعمال الدولة. مانيسا سنجق كتير كبير، والأمير اللي بيتوفق بإدارة هذا السنجق هو مرشح ليدير الدولة العالية. بابا بعد ما حكم مانيسا استلم العرش، ما هيك؟ اي نعم. مصطفى أنت رح تقعد على العرش؟ يعني رح تصير سلطان مثل بابا؟ على طول بدعي الله يطول بعمر أبونا السلطان سليمان ويخليه، لأنه لسه بده يحكم الإمبراطورية سنين، وأمنيتي بهاي الحياة أني ضلني أمير وما أضطر أني أفقد السلطان سليمان. بس ما بتعرفوا القدر شو مخبيلنا، ممكن أضطر استلم العرش قبل بوقت، فلازم أكون جاهز لأني رح أحكم كل العالم وقت اللي بده يجي هداك اليوم، ووقتها رح حدد توجه الإمبراطورية العثمانية. بابا! مولاي، قديش حلو شوف أولادي متفقين مع بعضهم. كنت عم بلعب مع أخواتي بالمطارق. قبل ما تروح حابب ألعب معك. شرف كبير إلي يا مولاي. هي ألفة كتير تجاوزت حدودها، إذا بتضل هيك أنا رح أعزلها من الوظيفة. وشو رح يقول السلطان؟ مو جلالته يلي عينها؟ بتتذكر إنه طردنا في ريال قبلها والسلطان هو اللي كان معينها. سلطانة، ألفت خانم، فيك تفهميني اللي صار؟ تصليحات بهذا الجناح ليش وقفتوها؟ مو قراري يا سلطانة، مولاي هيك أمر. وشو المبررات؟ هذا الجناح كان لمولاتي السلطانة، لهيك شاف مولاي السلطان إنه ما بيجوز تاخديه. مولاي السلطان؟ ما بظن كتير عنده وقت لحتى يتدخل بأمور الحرم ليك. بتكوني أنت اللي قلتي له بدي أخذ الجناح. أنا ما قلت له أي شي بنوب، السلطانة هيام هي اللي خبرته. أنا بورجيكم أنت وهيام. سلطانة أهدي شوي. Thank you.
مطور لعبة كثير يا مصطفى. هذا من فضلكم مولاي. أكيد هلأ مبسوطة لأنك خليتي مولاي السلطان يساوي اللي بدك إياه. أخذتوا الجناح مني. لازم ياخذوه، اللي عملتيه ما في احترام لذكرى السلطانة الأم. أم رحتي دغري اشتكيتي علي ما هيك؟ رحت احتميتي بالسلطان وضحكتي عليه بدموع التماسيح. يعني لو كانت القصة بالدموع والبكي كنت جبتي له للسلطان ولاد أكثر مني، لأنك قضيتي كل عمرك بالبكي. أنت رح تسكتي ولا؟ وإلا شو؟ شو بتعملي؟ أنت وريث العرش، لما بشوفك عم تقوى الدولة بتقوى فيه، لازم تكون قوي. بس وقت اللي بتطلع بعيونك بتخليني أشعر بالحزن، لأنه كل ما كبرت عم تروح منك البراءة يا سليمان. مصطفى أنت منيح حبيبي؟ إيه منيح مولاي. يا رب لا تخليني اهدر هالدم الغالي، واذا هالشي مقدر ومكتوب لا سمح الله خلي يومي قبل يومه. دخيلك يا ربي لا تعيشني هذا العذاب، واذا حدا من ولادي غلط بحقي ما تخليني اغلط واظلمه يا رب. دخيلك يا الله. ناهي الدوران خلص اعترفي، انت مو قدران تديري الامور، برايي لبقى تبهدلي حالك، احكي مع مولاي السلطان، طلبي عزلك، والا مولاي رح يعزلك قريبا. انت بدك ياني اترك لك الحرم لي؟ ولا واحد مبسوط منك، لا الجواري ولا المعلمات ولا الاغوات، انت ما عم تدفعي لهم اجرتهم، وقال صرتي مديونه للعصفور الطاير. هالشي هاد مو صحيح بنوم، بالعكس انا عايشه برخاء. وهي ألفة خانم، سأليها عن الوضع. السلطانة حكت الحقيقة، نحن مو مديونين بنوب والأجور عم تندفع. مو مديونين؟ كنت حابة أعرف يا ناهي الدوران شو هي مصادركم؟ قليلي لكن كل هالذهب هاد من وين؟ أزحك تتدخلي بأمور ما بتعنيكي، وبنصحك إنه ما تروح تشتكي علي مرة تانية. هنشوف يا هيام مين رح ينتصر بالأخير. ماشي يا ناهي الدوران مو مشكلة. شلون السلطانة خديجة ألفة خانم؟ مو على أساس تجي تزورنا اليوم؟ هي عم ترتاح اليوم، وبكرة رح تجي لهون مشان تودعو للأمير مصطفى. خديجة لقت عليكي، يلا احكي لي شو صار. شو بدي احكي لك يا اختي؟ ما في كلام ينحكى يا بيان. كيف يعني؟ مزبوط يلي بالرسالة؟ طلع كله مزبوط. كيف يعني مزبوط؟ إبراهيم طلع فعلاً عم بيخونني، بعيوني شفتها للمخلوقة، ومزبوط هي حامل منه وعلى وش ولادي. لا عن جد مو معقول.
أنا طلعت طول الوقت مربية حية ومو دريانة، استغفلوني. شلون هيك خديجة؟ ومين هي اللي عامل معها علاقة؟ حراس، انتوا اطلعوا لبرا. ست فريال، تجي نعطي هالجناح لأخي محمد ونحن ننتقل على جناح أخي مصطفى، يمكن هيك أحسن. مريم درسي ولا تفكري بهالشي، تركي لي هذا الموضوع، لا تفتحي بنوب. أنا عم بدرس، إذا بدك شوفي أساتذتي واسأليهم، كلن مبسوطين مني بس أنا مو مبسوطة منهم لأنهم كلن ختايرة. والله طلعتي معنك قليلة. سلطانة شوفي، برجم آغا حابب يشوفك. سلطانة عم يفتروا علي، نصوح أفندي وأبو للولد اللي ببطني. أنت ونصوح ما اتطلقتوا بسبب الولاد؟ على مين عم تضحكي؟ إيه بس هو بعدين اعترف بغلطه، إجا مرة بالليل وقال لي تتزوجيني مرة تانية، بس أنا ما قبلت وكمان قلعته. أصري يجي لعندي مرة تانية، أنا ضعفت قدامه، سمحت له يدخل وصار اللي صار بيني وبينه. بعدين رجعت على القصر، بتعرفوا وظفوني وقتها بالحرم لك، وأنا ما رجعت على بيتي بسبب الوظيفة، وبالقصر اكتشفت إني حامل. إبراهيم هو ورا موضوع تقليعتك من القصر؟ مظبوط هالشي؟ ما هيك؟ الباشا ما له علاقة بنوب، أنا ساويت غلطة كبيرة ولهيك إن انطردوني. والمكتوب اللي وصلنا مين بعده؟ واضح مين بعده، أكيد السلطانة هي اللي بعتته. سلطانة طمني كيف الوضع برجم؟ كوسر خانم عم تقول إنه السلطانة خديجة إجت وأخذت معها الست فريال. أكيد رح تنكر كل شي ورح تتهمني إلي. أوعى كوسر تغيب عن عينك لحظة. أمرك يا سلطانة. عن جد ما بتستحي عم تتهمي السلطانة؟ ويام شو إلها علاقة بالموضوع؟ حضرتك مو درياني بالوضع يا سلطانة، أنا خربت لها لعيبة يلي ضد السلطانة الأم، هي مقهورة مني، إجت على بيتي وقالت لي أنا رح أنتقم منك يا فريال، وكمان عداوتها للباشا معروفة، هي مشكلتها بالقصر إبراهيم باشا، بدها تتخلص منه. ومين ممكن يثبت الشي اللي عم تقوليه؟ اللي بيثبت هالشي نصوح أفندي السلطانة.
يا حراس. لا قولي نصوح أفندي فورا وجيبوه لعندي. نصوح أفندي مو هون، مبارح راح مع إبراهيم باشا سلطانة. لوين؟ مو معروف لوين راحوا سلطانة. لما يجي بتخبروني فورا. خذوها للخانم واحبسوها، ديروا بالكم منيح. خديجة، يلي عم بتقوله مزبوط؟ ما بتوقع، بس إن شاء الله يكون مزبوط، وإلا أنا رح أعيش طول عمري بعذاب حتى لو عاقبتهم. انتبهوا منيح، ما بدي تقتلوه. بأمرك يا باشا. اجا الوقت اللي رح نقابله فيه نصوح. واخيرا رح نشوف وش الشخص اللي اسمه حضرة السيد ونعرفه. قول ان شاء الله ما يوصلوا له خبر. لا تحكي الهم، ما حدا بيعرف انه نحن جايين لهون غير مولاي السلطان. مصطفى باشا. باشا. يا جماعة باشا أجيرا هون. لكن انت الخاين اللي بيقولوا له حضرة السيد؟
إبراهيم باشا؟ أخيراً إجيت؟ أنا صار لي كتير عم استنى زيارتك. مين أنت؟ ما عرفتني يا باشا؟ أنا علاء الدين. أنا يا باشا ابن الصدر الأعظم محمد بيري باشا إذا بتتذكره. إبراهيم باشا هو الشاهنجي تبعك. من هلأ ورايح هو مسؤول الجناح الملكي، واعتباراً من اليوم الوزير الأعظم للدولة العليا مسؤول الجناح الملكي إبراهيم باشا. لكن أنت هو إبراهيم باشا، هالعالم هاد ما شاف واحد أظلم منك. بالأول عزلته لأبي، ولأنك بعدين خفتي رجعوا للسلطة قمت قتلته وأجبرته لأخي محمد يعمل هالشي وهددته بالقتل. هالتهمة افتراء وكذب. مو أنا يلي بعدتن يقتلوا لأبوك، أبوك مات لحاله. أنت اللي حرقت لنا بيتنا يا باشا، الكل بيعرف هالشي هاد. بس ساكتين وخايفين يواجهوا نفس المصير. هالدولة للأسف استلموها الكفار ولاد الكفار على الرغم من وجود المسلمين فيها. خدوا من وشي. الأحسن إنك تقتلني باشا، ما رح روح لمكان، ما رح أطلع إلا جثة من هون. أنت بدك تتحاكم بسبب الجرائم اللي ارتكبتها بحق الوزير الأعظم للدولة العليا، لهيك رح أعدمك. أنت لازم تكون عبرة للجميع يا حضرة السيد علاء الدين. فيغاني قال بحقك كلام كتير صح يا باشا، قال عنك إنك واحد مفتري وإنك كمان ما بتخاف من الله، وبالآخر رح تتعاقب. الجلادين هيك مصيرن. تذكر كلامي منيح. مصطفى باشا، أوامرك يا باشا. طعوا له راسه للخاين ودوروه بشوارع العاصمة لحتى يكون عبرة للكل، وخلي أتباع حضرة السيد يشوفوا مصير الخيانة وعواقبها ويتعظوا. اللي بدك إياه بصير يا باشا. إبراهيم باشا مبارحة سافر وأكيد هلأ بيكون وصل، ومثل ما قلت حضرتك اعتبر إنه عدوه الحقيقي مات. هدول الرجال الأبطال أمثال علاء الدين ونادر، هن ضحوا بروحهم كرمال هاي القضية السامية. إن شاء الله بيكون مسواهن الجنة. وأخيراً علاء الدين قدر ينتقم لعيلته. اسمح لي حضرة السيد، حابب أنصحك، لازم تنهي عداوتك لإبراهيم باشا بأسرع وقت. أنت كتير صعب تتغلب على سلطته لأنه قوي. إبراهيم باشا عم ياخد قوته من مولاي السلطان، ومستحيل هذا الوضع أنه يدوم. الصدر الأعظم بهي الشغلات اللي ساواها حفر قبره بإيده، ما بقي إلا القليل يا باشا. قريباً رح نروح أنا وهو على الحملة، وهي رح تكون آخر حملة إله. سلطانة سمبول رايحة لعند السلطان لشوفه. سلطانة، من شوي إبراهيم باشا كان هون بالقصر وقلت إجي فوراً لحتى خبرك. والله جد؟ إيه،
منيح عملت اللي قلت لك يا سنبول. حرفيا كله تنفذ يا سلطانة هيام، كل شي رح يتنفذ مثل ما بدك وأكتر. هالمرة ما بدي أي هفوة، نحن لازم نقضي على نفوذنا هيد دوران لو شو ما صار يصير. سلطانة إبراهيم باشا شو بدك تساوي فيه؟ لأنه هو أكيد رح يوقف بوشنا. اتركه بحاله، الباشا مشاكله بتكفي. سلطانة ادخل. مولاي تعال يا إبراهيم، احكي لي لشوف شلون الوضع. أخيرا يا مولاي عرفنا مين هو عدونا. ومين الخاين؟ ابنه لبيري باشا علاء الدين، معتبرني أنا المسؤول عن وفاة أبوه أخوه محمد كمان. هلأ وينه؟ أنا كمشته عايش، بس مع الأسف انتحر. محمد بيري باشا كان رجل دولي له قيمته، وأكيد فقدانه دمره لعيلته. بس رغم كل شيء يا إبراهيم، أنا بستبعد إنه ابنه علاء الدين بيقدر يخونني ويخون الدولة العلية. الله يسامحه ويغفر له. آمين. حضرة اسكندر شلبي، أنا ممنونة لأنكم استقبلتوني. رحيل خانو، قالوا لي إنه ديون الحرم لك كتير زايدة هالفترة. أنا عطيتهم كل شي معي يا سيدي، لإمتى لحتى يردوا لي ديوني؟ هلأ الوقت المناسب. بكرة لازم تروحي لعند السلطانة ناهد دوران وتطلبي الديون. طيب بلكي ما عطوني وقاموا طردوني يا سيدي، ها؟ هذا يلي بده يصير، وأوعك تسكتي لهم هاي المرة. في وحدة من مصلحتك إنك تروحي تحكي لها كل هاي المواضيع. هيك لكان؟ ومين بتكون هاي؟ كل شكوكك بخصوص اسكندر شلبي طلعت على الفاضي. بس صدقني يا مولاي، أنا لهلأ شاكك إنه في علاقة بيناتهم. حاول ما تكون عنيد يا إبراهيم، تهمته لاسكندر شلبي بدون أي مبرر. في مبرر. جلالتك بتعرف شو هي آراء اسكندر شلبي بخصوصي؟ كل مرة بيجي بيقول أنا مسلم ابن مسلم وبيشوف حاله أفضل مني، وبهي الطريقة عم يحرض الناس. كمان هو عم يقول إنه لازم ننظف الدولة العالية من كل الكفار يا مولاي. تركهم يحكوا يا إبراهيم، أنت ليش هيك مزعوج؟ شو ما قالوا يقولوا، أنت بس خليك معي وأنا معك. خديجة، معقولة تضلي بلا أكل؟ هيك ما بيصير. أنا ما عم بقدر استوعب إبراهيم كيف قدر يخونني ومع وحدة من خدمي كمان. يمكن هالشي مو مزبوط، لسه ما تأكدنا، وهالشغلة ممكن تكون ترتيب هيام. سلطانة، أنت ليش تأخرت؟ أنا بصعوبة لأجيت يا سلطانة. خير شو فيه؟